السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور خالد شوقي معكم يحييكم ويتمنى لكم التوفيق. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عظمة السكرم في الفرتبرال كولوم. مميزة طبعا عظمة السكرم إن هي بتبقى 5 فقرات في الهرس متحدين مع بعض، بيعملوا عظمة واحدة سميناها السكرم. أدي الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، كلهم فيوزنوا مع بعض. بيبقى شكلها إيه؟ بتبقى تراي أنجولار في الأوت لاين بتاعها، بتبقى تراي انجولار بالشكل ده كده. البيز بيبقى طبعا كرينيالي عشان بيتمفصل مع الستة لامبر فيرتبرا، وبيبقى الايبكس كودالي عشان يتمفصل مع الكودال فيرتبري، الشكل بتاعها بيبقى سلايتلي كيرفت، بتبقى جنتلي كيرفت زي ما احنا شايفين كده، ما بتبقاش ستريت. والقناه اللي جواها بتبقى نسميها ايه؟ اللي هي الفيرتبرال كانال، لكن في حاله السكرم هنسميها السكرال كانال نسبه للعظمه. السكرال كانال بيبقى البودي بتاعها زي ما احنا شايفين برضو الليبتيكال زي الخمسة والستة لامبر فيرتبري، وبيبقى الفيرتبرال كانال مثلثة نتيجة ان القرش بياخد ضلعين مثلث، قرش هنا وهنا، فبيبقى شكل الفيرتبرال او السكرال كانال بتبقى مثلثة في الشكل بتاعها. طيب ايه كمان اللي بيميزها؟ بلاقي فيه 2 كرينيال ارتيكولار بروسس واضحين خالص، وبلاقي ها من فوق على الدورسال سيرفيس بلاقي فيه فورامنا واضحة خالص بسميها دورسال ساكرال فورامنا، بيبقوا 4 1 2 3 4، وفي على كل جنب طبعا من السباينس بروسيس، ودي اللاترال بوردر بتبقى سيك، والاقي على الفنترال سيرفيس في ايه؟ برضو 4 ها فنترال ساكرال فورامنا، ولكن بيبقوا اكبر من اللي موجودين فوق، اكبر من الدورسال ساكرال فورامنا. طبعا دولت اللي هم مكان مين؟ الانتر فيرتبرال فورامنا اللي بيطلع منها السباينال نيرف، الدورسال هيطلع منها الدورسال برانش، والفنترال فورامنا هيخرج منها الفنترال برانش. وبلاقي فيه ريدج واضحه خالص، ترانسفيرش ريدج ما بين كل فقره وفقره عشان تميز لي او تبين الفقرات عن بعضها. ادي ريدج وادي ريدج وادي ريدج وادي ريدج، 4 برضه لان هم 5 فقرات. طيب بلاقي ايه كمان مهم؟ الفنترال ايدج بتاعت اول فقره دي بسميها برومونتري، ودي لها دلاله معانا بعد كده في البلف الكافيتي ان شاء الله. بسميها برومونتري. طيب السباينس بروسيس ها كلهم بيبقى من فوق عليهم راف اند كده، راف اريا كبيره بسميها الصامت، ما عدا الاولى بتبقى بوينتد وكلهم دايركتد كودالي. طيب لو جينا للوينج، الوينج بيبقى مميز انه عليه 2 بريزماتيك فاسيت سيرفيس اهمت، عشان يتمفصلوا مع مين؟ عشان يتمفصلوا مع الفاسيت اللي موجوده على الترانسفيرس بروسيس بتاعت الستة بالشكل ده كده، عشان يتمفصلوا مع الفاسيت اللي موجودة على الكودال بوردر بتاعت الترانسفيرس بروسيس بتاعت الستة لامبر فيرتيبري، تمام بالشكل ده. طيب والكودال ها على الكودال سيرفيس بتاع الوينج بلاقي في فاسيت تانية على الكودال سيرفيس في كل جنب، الفاسيت دي بسميها اوريكولار فاسيت، عشان بتتمفصل مع مين؟ بتتمفصل مع عظمة الاليام في البلفيك كافيتي، مع عظمة الاليام بالشكل ده كده. ايوه دي الاليم اللي انا ماسكها، وادي ها بتتمفصل مع عظمه السكرم بالشكل ده كده، على الاوريكولار سيرفيس بتاع الاليم برضو، وده اللي بنسميه ساكرو الياك ارتكوليشن، يبقى دي المواصفات العامه بتاعت عظمه السكرم. احيانا كتير جدا بلاقي ان السكرم متصله من ورا بالكودال فيرتبري، دايما الفيرست والسكند او الفيرست بالتحديد بتبقى ها دايما لازقه في السكرم احيانا كتير جدا، ما اعرفش افصلها عنها، بيبقى حصل فيها كومبليت فيوجن بالشكل اللي انا شايفه ده. فانا ما اقولش ان ده عظمه السكرم، لا اعد، ادي 1 2 3 4 5، يبقى ده نهايه، واضح خالص الانفصال اهوت، دي نهايه عظمه السكرم. دي بعد كده الكودال فيرتبري رقم 1 ودي رقم 2. الكودال فيرتبري ببساطه عددهم كان في الهورس زي ما قلنا قبل كده؟ ايوه من 15 ل 21. شكلها ايه؟ زي ما انا شايف كده، بيبقى ها البودي بتاعها بيبقى صغير خالص، وبيبقى برضه كومبريزد دورسو فنترالي بالشكل ده، وبيبقى الكنالي اللي جوه برضه بتبقى مثلثه في الشكل، والسباينس بروسيس اللي فوق بيبقى مجرد ارش، 2 ارش بيتحدوا مع بعض عملوا سباينس بروسيس، وبيبقى ليها 2 صامت من فوق، مش صامت واحد بس. كلما اتجهنا لورا بالصامت ده بيفتح عن بعضه خالص واختفى القرش تماما، ويتبقى معايا البادي فقط هو اللي بيكمل لحد الاخر،
تمام. طيب وبلاقي في الترانسفيرس بروسيس بلاقيه وايد عريض ودايركتد كودالي، بلاقيه عريض ومفيش فيه اي حاجه خالص غير ان وايد ودايركت، وبيقل برضو في الحجم كلما اتجهنا للخلف، كلما اتجهنا للخلف. يبقى الكودال فيرتيبري اللي معايا ديت عباره عن بودي كومبريزد برضو دورسو فنترالي، والاقي فيه وايد ترانسفيرس بروسيس، والاقي اتنين ارش اتحدوا مع بعض عملوا لي سباينس بروسيس، بيبقى شورت وبيبقى دبل صامت من فوق، بيبدا كلما اتجهنا للخلف ان الاثنين دولت يختفوا تماما لحد ما القرش كله ما يختفي ويتبقى معايا فقط عظمه البادي بس بتاع العظمه هو اللي بيكمل معايا للاخر. وطبعا ما انساش ان مفيش فينترال كريست هنا، مفيش فينترال كريست خالص على الفينترال سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الساكرم. وكالعاده ما ننساش مفيش حاجه صعبه ولا في حاجه مستحيل، فقط انها الاراده. فاستعن بالله ولا تعجز، وتفائل بالحياة، تدرك كل ما تتمناه، وابتسم لأن في الابتسامة مفتاح لكل مغلق، وتيسير لكل عسير، وزوال لكل هم، ويكفي أن تبتسم لأن ربي وربك هو الله. إلى لقاء في سكشن جديد، السلام عليكم ورحمة الله.